سيدة فاطمة الزهراء بكر غائبة، سيدة أسماء بن عبد الدايم غائبة، سيدة فريدة العمارتي غائبة، سيد محمد سعيد بوحاجة حاضر، سيدة بشرى غجبوج حاضرة، سيد بلال العمراني غائب، سيد محمد أحمد غائب، فاطمة بن الحسن غائبة، محمد سعيد الزوجة غائب، محمد العربي الزوجة كني غائب، أمان متدين غائبة، بلال أكوح غائب، نجية البقالي الحسني حاضرة. عدد إذن عدد الحضانة 18 إذن نصر مسلمين فلا يمكننا أن نتدعو المكافة ولا الدورة إذن نعترف الجلسة لدورة لاحقة إن شاء الله. أولا اليوم كانت الدورة العادية لشهر يناير 2024 واللي كانت فيها مجموعة ديال النقاط اللي هي مهمة واللي هي أساسية واللي كتعود بالخير للمقاطعة ديال بني مكادا، وإلا كانوا هاد الناس كيفكروا في المقاطعة بني مكادا وكانت عندهم غير على المقاطعة بني مكادا كان اليوم خصهم يهضروا ويجيو يناقشوا حل الإشكاليات في الدورة السابقة كان إشكال واضح وهما اللي خلقوا وهما اللي طرحوا كيقولوا على أساس دول أعمال الفارغ ما كاينش شي نقاط اللي هي مهمة وكاين مجموعة ديال المشاكل كتعيشها المقاطعة ديال بني مكادا. والحمد لله اليوم كانوا النقاط مهمه واساسيه من بينهم برنامج عمل ديال الجماعه واللي هو برنامج مهم واللي هو برنامج طموح اللي هي اللي يرسم خريطه الطريق ديال المرحله المتبقيه مع هذا المجلس المحترم. كاين النقطه الثانيه ديال البرنامج او المصادقه على البرنامج التنشيط المحلي ديال مقاطعه بني مكاده واللي هو برنامج كتستافد منه الجمعيات ديال المجتمع المدني والفرق الرياضيه. كان هذا برنامج كتسطر المقاطعه وكتصادق عليه وكنتوجه في هذه الرؤيه في اطار المصادقه ديال المجلس وكتكون النقاش باش اذا كان شي اضافه كدار في هذا البرنامج. كاين ملتمسات مجموعه ديال الملتمسات كنا صيفطناها لمجلس المدينه بغينا نعرفوا المآل ديالها. كانوا الاخوان الاطر ديال مجلس المدينه واجدين على اساس باش يوصلونا ويزودونا بالمعطيات ديال هذا المآل ديال هذه الملتمسات اللي صيفطنا هكذا لمجلس المدينه. البارح كان اجتماع مع السيد الوالي مشكورا واللي كيعطي اهميه كبيره لمدينه ديال طنجه، وكتعرفوا مدينه ديال طنجه عندها عنايه خاصه من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره. حنايا حتى حنايا كذلك خصنا نكونوا عند حسن الظن ديال سيدنا الله ينصره، باغي نخدموا المدينه ديال طنجه كمسؤولين سياسيين. الوالي تكلم على الوضعيه ديال النظافه في المقاطعه الاربعه او في المدينه ديال طنجه واللي بغى تكون المدينه نظيفه فعلا، مدينه نحافظوا على الرونق ديالها ونحافظوا على الجماليه ديالها، ومن بين الاشياء هي النظافه. حيث اي مسؤول ملي كيدخل كيلاحظ اول ملاحظه ديالو هي النظافه ديال المدينه، وتما كيتبين على اساس المدينه واش مشى في التوجه الصحيح او هي مدينه في اطار مسؤولين اللي كيسيروها قايمين بالواجب. النقطه الثانيه تعزيز الموارد البشريه، وكان لقاء مع العمده في اطار ندوه الرؤساء وكان نقاش على مجموعه ديال الاشكالات مطروحه في مجموعه ديال المقاطعات هي ضعف الموارد البشريه، وكان العمده اتفقنا على اساس عادي يدار واحد الاجتماع واللي دار في مجلس المدينه واللي غيتم الاحصاء ديال الموظفين وشنو هي الدبلومات اللي عندهم، شنو هو الاختصاصات اللي كيقوموا بها باش الانسان المناسب غيكون في المكان المناسب. ما يمكنش واحد السيد ما عندوش واحد الدبلوم في واحد المجال هو كيشتغل في مجال اخر، بغينا يكونوا هاد الموظفين واللي غينتشروا على جميع المقاطعات وغيكون على حتى مستوى مجلس المدينه. بني مكاده النقطة إحداث مرائب تحت الأرض اللي كانت البارح السيد الوالي تكلم على الإشكال ديال سير وجولان ديال لي باركينغ في المدينة والمشاكل اللي كتعيشها المدينة ديال طنجة، هذه نقطة مهمة. حنا بغينا على أساس يكون عندنا باركينغ تحت الأرض. حنا بني مكاده بغات تستافد من هذه المشاريع اللي كتستافد منها المدينة، وهاد المستثمرين القطاع الخاص يجي حتى هو يستثمر في لي باركينغ في تراب المقاطعة بني مكاده. أنا دائما كنقولها أي مشروع يكون في المدينة تبني مكادا من حقها يكون فيها نفس المشاريع.
تجهيزات المرافق الاجتماعية عندنا إشكاليات مسرح حدد وظل الحي والمكتبة الوسائطية، هادو إشكاليات مطروحة. الإشكاليات مطروحة واللي لاحظتو الإعلام كامل ربما راه كيكتب على الوضعية ديال الإنارة العمومية، وكاين برنامج اللي حدا بالدعم ديال وزارة الداخلية واحد في إطار واحد المشروع اللي غيكون كبير في المدينة ديال طنجة، وطنجة كتعرفوا الاحتضان ديال كأس إفريقيا والمونديال مجموعة ديال الاحتفالات غتكون في المدينة ديال طنجة اللي المجلس المدينة مشى واحد التوجه اللي يحاول يغير الإنارة العمومية في المدينة ديال طنجة، واللي غادي اتفقنا على أساس غادي نرشدوا من الاستهلاك، وديك الاستهلاك هو اللي غيتأدى عندك الشركة اللي غتقوم بإعادة الشبكة الكهربائية ديال الإنارة العمومية في مدينة طنجة، واللي هو واحد المبلغ ضخم واللي فكرنا على أساس في واحد المرحلة وجيزة اللي غادي يتخلص بديك الضعف الاستهلاك أو ضعف غادي نقصوا من الفاتورة باش غادي نخلصوا هاد الشركة. المشرع كان واضح، حتى الحمير المؤسسة ديال الرئيس الدورة الأولى ميمكنش يتكمل النصاب، الدورة الثانية ميمكنش النصاب، ولكن الدورة الثالثة يمكن بمن حضر. إذن هنا كان المشرع واعي حمار المؤسسة ديال الرئيس مع مجموعة ديال الطرق أو مجموعة ديال الابتزازات اللي تقدر تحصن الرئيس من طرف واحد مجموعة ديال الأشخاص. إذا هنا الدور ديال المؤسسة ديال الرئيس محمي قانونيا المشاريع عادي تدوز، الإدارة مستمرة. البارح كان التعليمات ديال السيد الوالي تجويد الخدمات الجدية اللي أمر بها سيدنا، حنا ماشيين في هاد التوجيهات، تحسين جودة الخدمات القرب بالنسبة للساكنة ديال المقاطعة بني مكدا، ماشيين في التوجهات الملكية ديال الخطاب السامي ديالو ديال الجدية. حنا كنرسو جدية في العمل ديالنا ماشي العبث في العمل.